السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح ثالث محاضرة في الجي اي تي الـ Small Bowel Diseases. أول ما نبدأ علشان نعرف الـ Small Bowel، هي Small Bowel Jejunum وإليم ومعاهم الـ Duodenum، يعني ده اسمهم Small Bowel. طبعا علشان قبل ما نبدأ لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الجيجنم والإليم، أو بمعنى أصح شوية تفاصيل كده هتفيدك بعد كده في المحاضرة. ان الجيجنوم بيبقى الدياميتر بتاعه اكبر من الاليوم، الدياميتر بتاع الجيجنوم من 3 لـ 3.5 سنتي، الاليوم 2.6 سنتي تقريبا دياميتر. الجيجنوم بيبقى فيه ثيكر فالفا كونيفنس اللي هي الفولس، بيبقى ثيكر ومور فولس عن الجيجنوم، يعني لو بصيت على الجيجنوم هتلاقي الفولس فيه قليلة ومش سيك زي الجيجنوم، بيبقى ثينر. الجيجنوم بيبقى ثيكر وول، الاليوم ثينر وول، والجيجنوم بيبقى فيور ولكن لارج بير باتشز اللي هي الليمفويد تيشو او الليمفاتكس، ولكن الاليوم بيبقى مور بير باتشز ومور ليمفاتكس. علشان كده الليمفوما او الليمفاتيك ديزيزز بتيجي اكتر للاليوم علشان هو مور بير باتشز. يبقى دي فروقات كده سريعة ما بين الجيجنوم والإليوم. طبعا ده الديودينوم اللي هو D1 D2 D3 D4 قبل ما يكون بالديودينوجيجنال جونكشن. هنبدأ أول حاجة بالإنستاينال فولز. يعني احنا عندنا ثلاث أنواع للإنستاينال فولز دي، أو ثلاث أنواع ديزيزز للإنستاينال فولز. يا إما تبقى سين ستريت فولز اقل من 3 ملي ويز دايلاتيشن، زي ما انت شايف ده تايب 1 فولز سين اقل من 3 ملي وستريت فولز، ستريت فولز طبعا ويز دايليتد ليومن. واربع حاجات بتعمل السين ستريت فولز، عايزكم تعرفوهم بالسريع كده: الميكانيكال اوبستراكشن، الاليس، السكليروديرما، والسيلياك ديزيز او السبرو. وهنشرح كل واحد بالتفصيل بعد كده. السيك ستريت فولز ده بيبقى اكتر من 3 ملي، سيك ستريت فولز اكتر من 3 ملي اللي هو تايب 2 فولز. ده يا اما سيجمنتال ديستريبيوشن يا اما ديفيوز ديستريبيوشن، وده بيسببه يا اما اديما او انتراميورال هيموريدج، حاجات بتعمل اديما او انتراميورال هيموريدج. زي ايه؟ الاسكيميا ده بيعمل سيجمنتال ديستريبيوشن، الراديشن اللي هي راديشن انترايتس ده سيجمنتال ديستريبيوشن او بياخد جزء بس من الباول لوبس، او هيموريدج او حصل انفلاميشن ادجاسنت انفلاميشن بيحصل للباول لوب اللي جنب الانفلاميشن ثيك ستريت فولز. لو ديفيوز ديستريبيوشن لو بروتين او هايبوبروتينيميا، الفينوس كونجيشن لو عنده مثلا هارت فيلير، او سيروزيس عنده هيستوري اوف ليفر سيروزيس، تبدا تفكر ان ده ديفيوز ديستريبيوشن. طيب ثالث نوع معانا ثيك فولز ويز نودولاريتي، يا اما برضه سيجمنتال ديستريبيوشن يا اما ديفيوز ديستريبيوشن اللي هو تايب 3 فولز ثيك نودولار فولز. ده بسبب infiltrative disease of the bowel wall. infiltrative disease زي ما انت شايف بيبقى فيه nodules في الفولس وبتبقى thickened، يا اما segmental زي Crohn's زي infection زي lymphoma زي الميتاستاسيس، او diffuse distribution اي حاجة بقى حط في diffuse distribution. ده حاجات كتيرة جدا زي Whipple زي lymphoid hyperplasia زي lymphoma برضو زي الميتاستاسيس، او intestinal lymphangiectasia برضو كل الحاجات دي، amyloidosis برضو بيعمل thick nodular folds. فدي التقسيمة بتاعت الانتستينال فولز وهناخدها بالتفصيل بعد كده. اول حاجة معانا الثين ستريت فولز اقل من 3 ملي with bowel dilatation. اول حاجة هنبدأ بيها، احنا قلنا ان هم 4. اول حاجة الميكانيكال obstruction، بيبقى فيه dilated bowel loops اكتر من 3 سنتيمتر diameter و air fluid levels اللينس اكتر من 2.5 سنتي لينس، و air fluid levels في different heights with the same loop. يعني air fluid levels طبعا احنا كلنا عارفينه، يعني different heights، وبيبقى thin straight false
اقل من 3 مللي. اسباب الميكانيكال اوبستراكشن ده حاجات كتيره جدا، اهمها الادهيشنز بوست سيرجيكال او بوست انفلاماتوري، الانكارسريتد هيرنيا او مالجنانسي او انترسبشن او فولفلس او جولستون الياس، بارازايتس او فورين بودي. وتستغربوا ان انا بقول جولستون الياس في الميكانيكال اوبستراكشن، لان اصلا ده مش ترو الياس، يعني الجولستون الياس نوت ا ترو الياس. ده اول حاجه معانا الميكانيكال اوبستراكشن. عايزك بس الكي ووردز او الهنت بتاعه اير فلويد ليفلز ات ديفرنت هايتس ويذين ذا سيم لوب. تاني حاجه الالياس ده برضو بيعمل سينستريت فولتس، بيبقى بارالايزد باول يا اما جنرالايزد الياس اللي هو السمول واللارج باول بيبقوا مع بعض. جنرالايزد بيأثر طبعا القولون، والسمول باول بيبقوا اير فيلد باول، او رياكتيف بيبقى فوكال الياس ديو تو انفلاميشن، يا اما ابندسايتس هتبقى في الرايت لور كوادرنت، او بانكرياتايتس سنترال ابدومين، او دايفرتيكولايتس في الليفت لور كوادرنت. وده بيبقى شكل الالياس طبعا دايليتد باول وثين ستريت فولز وفيلد ويز اير، وبيبقى لو جنرالايزد بيبقى في السمول باول واللارج باول. تالت حاجه معانا السكليروديرما. السكليروديرما بتعمل ثين ستريت فولز، وفيها لفظين كده عايزك تعرفهم او اتنين كي ووردز لو جم في الام سي كيو تختار على طول السكليروديرما. اول حاجه هايد باوند باول اللي هي دايلاتيشن ويز كراودنج ستريت سين فولز. زي ما انت شايف الستريت سين فولز بقت كراودنج، بقى في فولز كتيره جدا موجوده في دايلاتيد باول، وتعمل حاجه اسمها ساكيوليشنز او سودو دايفرتيكولا. زي ما انت شايف هنا كده هتلاقي سودو دايفرتيكولا او ساكيوليشنز، الحاجات اللي بتبقى زي الدايفرتيكولم دي. وطبعا كراودنج للثين ستريت فولز دي تفكر على طول اللي هي الهايد باوند باول سكليروديرما. ولو ان الكرونيك يوز اوف ستيرويدز في حالات السكليروديرما ممكن تدخلهم في نيوماتوزيس انتستينالس اللي هو بيبقى اير ويزين ذا وول اوف ذا باول، وطبعا ده ساين من الساينز بتاعت الاسكيميا ان حصل باول اسكيميا. يبقى ده تالت حاجه معانا ومهمه جدا السكليروديرما، فعايزك تعرف فيها الساكيوليشنز والهايند باوند باول. رابع حاجه معانا في السين ستريت فولز اقل من 3 مللي ويز دايلاتيشن السيلياك ديزيز او السبرو، وده بيحصل فيلوس اتروفي للجيجنال فولز بسبب جلوتين سنسيتيفيتي، وطبعا بيحصل بيوليد ان اير ديفيشنسي انيميا بسبب الابسوربشن اوف الايرن بيحصل له افكشن، وبيزود الريسك اوف ليمفوما. يعني السيلياك ديزيز از ريسكي فور ليمفوما. وطبعا الجولد ستاندرد بايوبسي ان انت تاخد منه بايوبسي او تعمل تحليل تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي، وبيبقى في حاجه اسمها مولج ساين اللي هو كومبليت لوس اوف جيجنال فولز. يعني المفروض ده الجيجنم طبعا اللي بيبقى موجود ناحيه الليفت سايد، ده بيبقى الجيجنم بيبقى فيه المفروض يبقى فولز اكتر من الاليوم، ولكن هنا حصل العكس ان الجيجنم نفسه الفولز اللي فيه قليله لدرجه ان ممكن تلاقي 3 or less in 1 inch، ولكن الجيجنم نفسه اللي حاجه اسمها fold reversal حصل ان الاليوم بقى فيه فولدز كتير تحسه بقى شبه الجيجنم، فاسمها الياليزيشن اوف الجيجنم اند جيجنايزيشن اوف الاليوم اللي هي الايه اتعكست، عشان كده اسمها fold reversal. يبقى في السيلياك ديزيز بيبقى فيه حاجتين الفولد ريفرسال والمولج ساين complete loss of jejunal folds، فهيبقى شبه tube of wax اللي هي المولج ساين tube of wax and fold reversal. وخلي بالك حطها في دماغك ان السيلياك ديزيز او السيلياك سبرو بيبقى ريسكي فور ليمفوما. دول الاربع امراض اللي بيعملوا thin straight folds, mechanical obstruction, dilated loops with transition decompressed loops or small of small bowel
usually caused by adhesions or hernia. The paralytic ileus diffusely dilated small bowel and colon, often due to surgery or narcotic medications. The scleroderma, the thin straight folds stacked together, اللي هي hide bound bowel appearance with acculations pseudo-diverticuli. Celiac disease أو السبرو reversal folds, hypersecretions, dilatation, jejunum tube of wax اللي هي المولج sign. تاني تايب معانا اللي هو تايب 2 thick straight folds أكتر من 3 ملي segmental أو diffuse. هناخد السيجمنتال أهم حاجة فيهم الاسكيميك باول والراديشن انترايتس. الاسكيميك باول ده بيشوف الراديوجراف بتاعه depending on the timing of examination, يعني it depends on timing of examination in relation to vascular insult. يعني عمل الأشعة امتى؟ بعد ما حصل الفاسكولار انسلت. بتبقى mostly normal radiograph, ولكن في بعض الحالات بتشوف فيها dilated small bowel loop fixed in follow-up x-ray. يعني انت لو عملت x-ray serial او follow-up هتلاقي dilated bowel loops fixed في مكانها و rigid و thickened fold. طبعا اللي specific للischemic bowel loop pneumatosis intestinalis, ودي specific, وطبعا معاها كمان البورتال فينوس جاز, دي بقى دي سبيسيفيك جدا للسكيميك باول لوب. يعني شفتها دي سبيسيفيك فور سكيميك باول. ليك اوف ميوكوزال انهانسمنت برضو لو في السي تي ويز كونتراست بيبقى فيها ليك اوف ميوكوزال انهانسمنت, بس اهم حاجه عندنا نيوماتوزس انتستينالس في السكيميك باول لوب. طبعا دي بتعمل زي ما انت شايف ثيك فولز زي اكتر من 3 ملي ثيك ستريت, يعني ما فيش نودولاريتي فيها. تاني حاجة معانا الراديشن انترايتس. small bowel is most sensitive organ in the abdomen to radiation. يعني دي الكلينيكال سيناريو بتاعها هيقولك ان في فيميل كان عندها say cancer ovary and اخدت كذا جلسة لراديشن ثيرابي, بعد كده لقيت في abdominal pain, لقيت في signs of انترايتس مثلا malabsorption, وده بيصيب في البلفيك لوبس اللي هي في البلفيك راديشن. الإليام طبعا is the commonest في الراديشن انترايتس. الإليام الدوز اوف راديشن لو ان هي لازم تبقى اكتر من 40 جراي, هيستوري اوف ابدومينال راديشن اي كانسر, اكيوت فولد ثيكنينج وإديما, فولد ثيكنينج وإديما, او كرونيك بيحصل بقى فايبروزيس ستريكتشرز وادهيجنز. يعني لو بقى الموضوع كرونيك بيحصل ستريكتشرز وادهيجنز, والاكيوت بيبقى إديما وفولد ثيكنينج. يبقى وثالث حاجه معانا الانتراميورال هيموريدج لو هيستوري اوف تروما او انتيكواجولانت او ادجوسنت انفلاماتوري بروسس زي دايفيرتيكولايتس زي ابنسايتس, دي بتعمل سيجمنتال فولد ثيكنينج اكتر من 3 مل. يبقى كده معانا السيجمنتال والديفيوز فولد ثيكنينج اكتر من 3 ملي, او ستريت فولد ثيكنينج اللي هو تايب 2, باول اسكيميا اكيوت ابدومن ونيوماتوزس انترستينالس بورتال فينوس جاز ده سبيسيفيك, الراديشن انترايتس راديشن اكسبوجر كومون في الاليوم, الانتروميورال هيموريدج هيستوري اوف تروما وانتيكواجولانت, الادجوسنت انفلاميشن ابنسايتس دايفيرتيكولايتس او ديفيوز. حاجات بقى الديفيوز الفينوس كونجيشن اللي هو كونجستيف هارت فيلير او لو بروتين هايبوبروتينيميا يعني ليفر ديزيز او نفروتيك سيندروم, سيروزيس ساينز اوف بورتال هايبرتنشن. يعني ذيس از كوزز اوف تايب 2 فولدز او ستريت ثيكند فولد اكتر من 3 ملي. تالت نوع معانا في الفولد ثيك نودولار فولدز اللي هو تايب 3 ثيك نودولار فولدز, ده بيبقى برضو يا اما سيجمنتال يا اما ديفيوز. والسيجمنتال هنبدا بالكرونز, والكرونز هنقوله بريف كده سريع لان هناخده بعد كده بالتفاصيل مع في القولون مع الالسريتيف كولايتس. الكرونز ده بينفولف السمول باول لوبس 80% من الحالات, بيبقى فيه بين ودايريا وفيفر ويت لوس, بيبقى انفولفمنت للإليوسيكال انفولفمنت, بيعمل فيستولا وابسس يعني في المنطقه بتاعه الإليوسيكال, بيعمل كومبليكيشن في المنطقه دي, بيبقى تند ان هو تو كومبليكيت في الإليوسيكال فيستولا او ابسس. طبعا بيبقى سكيب ليجنز وكابل ستونينج, سكيب ليجنز زي ما انت شايف وكابل ستونينج, فده بيبقى
سيجمنتال ثيك نودولار فولز. تاني حاجه في السيجمنتال الليمفوم، والليمفوما يا اما سيجمنتال برضو يا اما ديفيوز، هي والميتاستاز. الليمفوما تبقى موستلي نون هاجكن ليمفوما، وبتبقى في الايليوم اكتر علشان الماير باتشز، الباير باتشز اكتر. والريسك فاكتورز اوف ليمفوما سيلياك ديزيز او سيلياك سبرو زي ما قلنا، والايدز والكرونز برضو والسيستميك لوبس. بيبقى سيركمفرنشال ماركت باول ثيكنينج، سيركمفرنشال ماركت باول ثيكنينج ولكن وزاوت اوبستراكشن، يعني رير جدا ان تلاقي الليمفوما بتعمل اوبستراكشن لانه سوفت تيومر زي ما قلنا قبل كده في الاستومك، ان الليمفوما doesn't cause obstruction. طبعا بيبقى فيه الليمف نودز، يعني انت بتشايف بتشوف circumferential marked bowel wall thickening ومعاها الليمف نودز ومفيش obstruction. تالت حاجة الميتاستاسيس يا اما برضو segmental او diffuse، بتبقى usually الميلانوم، يعني usually الانتستينال ميتاستاسيس من الميلانوما، ممكن بقى البريست، ممكن لونج، ممكن كابوسي ساركوما. بتبقى intraluminal feeling defects او mural nodules، ودي ممكن تعمل intersusception، يعني الميتاستاز او الميلانوما ميتاستاز ممكن تعمل intersusception، بتبقى intramural feeling defects وممكن تعمل intersusception او اللي هي mural nodules، ودي بتبقى segmental في thickened nodular folds، segmental او diffuse على حسب يعني. رابع حاجة معانا الانفكشن اللي بتعمل نودولار ثيكند نودولار فولز، الجيارديزيس ده عبارة عن بروتوزوا جياردية لامبليا، ودي بيبقى ثيكند فولد وزين بروكسيمال باول لوبز، يعني هتلاقي في اللي بتصيب اكتر البروكسيمال باول لوب اللي هو الجوجينوم والديودينوم، يعني بتصيبهم اكتر، بيبقوا ثيكند فولز وبيبقى فيها جوجينال سبازم، والإليام از نورمال، يعني الإليام بيبقى نورمال وبيبقى فيها جوجينال سبازم. وديت كي ووردز ممكن تشوفها في الام سي كيو، يقول لك جوجينال سبازم وحصل انفكشن، ويجيب لك كلينيكال سيناريو بالطريقه دي، ولقوا ان الجوجينوم والديودينوم بقى ثيكند نودولار فولز، فانت تفكر على طول في جيارديزيس. الاسكاريزيس ودي بتبقى لينير فيلينج ديفكت في الباريوم، زي ما انت شايف لينير فيلينج ديفكت في الباريوم، بيبقى في لاين اوف كونتراست ان سوليد ليجن، يعني انت هتشوف اللينير ده ممكن تشوف في لاين اوف كونتراست اللي هو الباول لوبس بتاعه الاسكاريس نفسها، ممكن تشوفها في الباريوم الاسكاريزيس. يبقى احنا كده خدنا الثيك نودولار فولز، اربع امراض: كرونز، نودولز اسوشيتد ويز ألسرز، وفي الديستال ايليوم او الايليوسيكل كوبل ستونينج وسكيب ليجنز، الليمفوما فاريانت سايز نودولز وديفيوز وول ثيكنينج والليمف نودز، الميتاستاسيس نودولز ويز وذاوت ألسرز، ميلانوما موستلي، الانفكشن جيارديزيس في البروكسيمال باول وما بيبقى معها سبازم، او تي بي في الديستال باول او في الديستال ايليوم. الثيك نودولار فولز الديفيوز بقى، يعني الديفيوز اللي بيبقى فيها امراض كتيره جدا، اولهم هنبدا بيه الويبلز ديزيز، وده سببه تروفيريما ويبلياي، ده باسيلوس، ده بيصيب بالبروكسيمال باول ديودينم والجيجينم زي الجاردييزيس. بروكسيمال باول بيبقى معاه مالابسوربشن، ارثرايتس وليمفادينوباثي وسكين هايبر بيجمنتيشن. فخلي بالك ان كل كلمه من دول تبقى كي وورد في السؤال، ان يقول لك مالابسوربشن، يقول لك ارثرالجيا او ارثرايتس، معاه ليمف نودز كبيره، وسكين هايبر بيجمنتيشن دي مهمه برضو، بتبقى ساند لايك نودولز ودي برضو كي وورد، نوت دايليتد باول، تبقى فيها لو دينستي ليمف نودز، لو دينستي ليمف نودز بتبقى ساند لايك نودولز، ده بيبقى ديفيوز ثيك نودولار فولز. السودو ويبل بيبقى شبه الويبل، بنعمل نفس الصوره ولكن الانفكشن بتاعه مش التريفوريما، لا الماك انفكشن اللي هو المايكوبكتيريوم ايفيوم كومبلكس انفكشن في الايدز بيشنت اللي هم سي دي 4 اقل من 100، يعني بيبقى فيها سودو ويبل في الاميونو كومبرومايزد بيشنت او بمعنى صح الايدز بيشنت، والسي دي 4 كاونت بتاعهم اقل من 100، بيبقوا عرضه لماك انفكشن اللي بيعمل سودو ويبل، بيبقى نفس المنظر دوت، ولكن الفرق ان ده التروفيريما وده الماك انفكشن. وزي ما انا قلت مالابسوربشن، ارثرايتس، ليمفادينوباسي، وسكين هايبر بيجمنتيشن،
في الويبلز ديزيز، بيصيب طبعا البروكسيمال باول ديودينم وجوجينوم ساند لايك نوديولز. الماستوسايتوزيس ده سيستميك ديزيز هيستامين ريليز، بيعمل برضو ديفيوز ثيكند فولد نودولار فولد، بيبقى فيها سكين انفلتريشن، بيعها راش وفلاشينج وهيباتوسبلينوميجالي وانلارجد لينف نودز، وبيبقى فيها ميكسد ليتك وسكلروتك بوني ليجنز. طبعا بيبقى ثيك فولد وسمول تايني نودولز، ثيك فولد وسمول تايني نودولز، هتلاقي الليفر والسبلين انلارجد ومعاه هايبر ومع لينف نود ومعاه فلاشينج وسكين راش، تفكر على طول في ماستوسايتوزيس اللي هو الهيستامين ريليز. يبقى الماستوسايتوزيس سكين انفلتريشن، التاني سكين هايبر بيجمنتيشن ويبل، فسكين انفلتريشن اللي هو سكين راش وفلاشينج، هيباتوسبلينوميجالي، لارجد لينف نودز، واليتيك سكلروتيك بوني ليجنز. كل دي كي ووردز للسؤال علشان تختار الماستوسايتوزيس. الامايلويدوزيس ده يا اما برايمري يا اما سكندري لكرونيك ايلنس زي لينر فيلير او روماتويد ارثرايتس، يبقى ثيكند فولز ويز باول دايليتيشن، بيعمل حاجه اسمها انتستينال سودو اوبستراكشن. يبقى ثيكند فولز ويز نودولز زي ما انت شايف، ثيكند فولز وباول سودو اوبستراكشن، باول سودو اوبستراكشن او انتستينال سودو اوبستراكشن، ودي كي ووردز يعني. وطبعا thickened fold يعني كلهم thickened fold يعني diffuse. الانتستينال لينفانجيكتيزيا وده obstruction للليمفاتيك فلو من اللي small intestine to mesentery، حصل obstruction للليمفاتيك فلو من اللي small intestine للميزنتري، فبيبقى يا اما primary lymphatic hypoplasia يا اما secondary حصل obstruction للثراسيك duct، ده برضو بيبقى diffuse وfold thickening، وده طبعا مش هتعرفه غير lymphangiography. فالثيك نودولار فولز ديفيوز، اول حاجه الويبلز بيبقى في البروكسيمال سمول باول، بيعمل ويت لوس وارثرالجيا واللمفادينوباسي، واللمف نود بتبقى لو دينستي لمف نود، طبعا ساند لايك نودولز في الويبلز. الانتستينال لينفانجيكتيزيا ريكوايرز لينفانجيوغرافي يا اما برايمري او سكندري، الليس راسيك داكت اوبستراكشن. امايلويدوزز بيبقى فيها فولد ثيكنينج وباول اوبستراكشن وسودو وباول دايلاتيشن وسودو اوبستراكشن. الماستوسايتوزيس تبقى الماسلز في السكين هتعمل راش وفلاشينج وليمف نود انلارجمنت وهيباتوسبلينوميجالي وسكلروتيك وليتيك بوني ليجنز. الليمفوما نوديولز وليمف نود ديفيوز وول ثيكنينج ونو اوبستراكشن. الميتاستاسيس نوديولز وهيستوري اوف برايمري تيومر موستلي ميلانوم. يبقى احنا كده خلصنا الانتستينال فولز بانواعها تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 بالامراض بتاعتها. هنخش في كاتيجوري تانية السمول باول تيومرز. السمول باول تيومرز يا اما بناين يا اما مالجنت. البناين انا جمعتهم لك في الجدول ده كده، يا اما ابيثيليا اللي هو ادينوماتوس بوليب او فيلاس بوليب. الادينوماتوس بوليب بيبقى سموز واوفال انتراليومينال فيلينج ديفكت، او فيلاس بوليب اللي هو اللي بيبقى لوبيوليتد شويه وكولي فلاور فيلينج ديفكت، او ميزينكايمال اللايوميوما بيبقى فيها مشهوره بالكالسيفيكيشنز اكتر. الجست بيبقى فيه بريفرال انهانسمنت وسنترال نيكروزيس مع الكارني تريادز لو تفتكر في الاستومك. اللايبوما بتبقى فيها فات كوز انتسسبشن، موست كومن كوز اوف انتسسبشن في السمول باول في الادلتس لايبوماز، خلي بالك. الهيمانجيوما دي بيبقى فيها في البلاي، او شوانوما بيبقى اسوشيتد مع ال NF1 او نيوروفايبروماتوزيس 1. بعد كده بقى هنخش في الكانسر اللي هو ادينوكارسينوما، يعني هنخش بقى في التقيل بقى او المين يعني بتاع المحاضره او البلك بتاعنا اللي هو الموست كومن مالجنت ان سمول انتستين ادينوكارسينوما. ده بيحصل في البروكسيمال سمول باول عكس الليمفوما اللي كان بيحصل في الاليام، وده بيبقى فيه فوكال سيركمفرنشال ناروينج with mucosal destruction،
وطبعا بيبقى فيه شولدرنج، يعني بيبقى فوكال سيركمفرنشال ناروينج ويز ميكوزال ديستراكشن ومعاه شولدرنج. الريسك فاكتور برضو السيلياك والانترايتس، وطبعا ده بيسبب اوبستراكشن مش زي اللي فوق. يعني انت لو عايز تفرق ما بين ده وده، لقيت فيه اوبستراكشن يبقى ده موستلي ادينوكارسينوم. طبعا الاثنين بيعملوا لينف نودز يعني. بعد كده الكارسينويد، والكارسينويد مهم جدا جدا جدا، ده الموست كومن سايت بتاع الكارسينويد الديستال ايليوم والابندكس، وده البرايمري تيومر بتاع الكارسينويد از اوفن نوت سين، ولكن انت بتشوف الميزنتريك ماس وفيها ديسموبلاستيك ستراندنج. ديسموبلاستيك ستراندنج في ميزنتريك ماس، فانت ما بتاخدش بايوبسي من الميزنتريك ليجن لان اتس نوت ذا تيومر. بيبقى فيه لوب سيبريشن ويز تيثرنج، يعني هتلاقي اللوبس بعيده عن بعضها في حته معينه وعامله تيثرنج كده اللي هي الديسموبلاستيك ستراندنج. ده الرول اوف 33، يعني الكارسينويد 33%، سمول انتستين 33%، مالتيبل 33% اسوشيتد بانذر مالجنسي، اللي هو الرول اوف 33. الكارسينويد سندروم بقى لو موجوده تبقى انديكيتس اوف ليفر ميتاستاز، يعني الكارسينويد سندروم indicates for liver metastasis. طب ايه الكارسينويد سيندروم؟ اللي هي الدايريا والفلاشنج برونكوسبازم والويزنج، الحاجات دي لو لقيتها يبقى دي indicates for liver metastasis. طبعا بتعمل له اللي هو البيت اوكتوريوتايد سكان للدايجنوزس والستيجنج، اوكتوريوتايد سكان، ودي بتتسال في الام سي كيو اوكتوريوتايد سكان. طبعا كارسينويد اوف الابندكس، طب هفرق ما بينها وما بين لو ادينو كارسينوما اوف ابندكس، ان الكارسينويد بيبقى بالبس سويلنج، الادينو كارسينوما ديفيوز سيكنينج، في الكارسينويد بيبقى في الديستال 1/3، الادينو كارسينوما في البروكسيمال 1/3 اوف ذا ابندكس. ده جدول في تفرقه في المالجنت تيومرز بتاعت السمول انتستين، عجبني جدا فقلت برضو نبص عليه بصه، ان الادينو كارسينوما بتبقى فوكال طبعا ثيكنينج، يبقى في الريسك فاكتورز السيلياك والكرونز والانترايتس والفاميليال ادينوماتوس بوليبوزيس والليمفوما، السيلياك ديزيز والكرونز والبوست كيموثيرابي او كيسترو انتستاينال ليمفوما، كل الحاجات دي ريسك فاكتور فور ليمفوما. الليكويشنز ادينو كارسينوما في الديودينم او البروكسيمال باول لوب، الجيجينم وبعدين الاليام، الليمفوما في التيرمينال اليام اكتر، الكارسينويد ديستال اليام وابندكس، الجست في الاستومك اكتر بكتير من السمول باول، يعني الجست بيحصل في الاستومك اكتر بكتير من السمول باول. طيب ايه الكي فيتشرز بتاعت كل واحد من الاربعه؟ الادينو كارسينوما فوكال سيركمفرنشال ماس ويز شولدرد بوردرز، شولدرد بوردرز، الليمفوما ثيك وول انفيلتريتنج ماس ويز انيوريزمال دايليتيشن، ثيك وول انفيلتريتنج ماس ويز انيوريزمال دايليتيشن ودونت كوز اوبستراكشن، الكارسينويد ترانسميورال هايبر فاسكولار ماس ومعاها ميزنتريك ماس with desmoblastic reaction، والميزنتريك ماس بيبقى فيها calcifications، يعني الميزنتريك ماس ممكن تلاقي فيها calcifications وبيبقى فيها desmoblastic reaction وباول وول thickening، الجست will define exophytic mass، الجست will define exophytic mass، الانهانسمنت ده مودر الادينوكارسينوما مودريت وهيتروجينوس، الليمفوما بتبقى هوموجينوس والكارسينويد هايبر فاسكولار والجست هيتروجينوس، بيبقى مع اسوشيتد فيتشرز الليمفوما سبلينوميجالي وليمفادينوباثي ريتروبروتونيال او ميزنتريك، الكارسينويد بيبقى اكتر معاه كارسينويد سندروم في اقل من 10% من الحالات وليفر ميتاستاسيس، الجست ممكن يعمل هايبر فاسكولار ميتاستاسيس ومعهوش ليمف نود ميتاستاسيس، ميزنتريك ميتاستاسيس اوف ان ريكورنت ديزيز. الديفرنشيال ادينوكارسينوما لارج ليمفوما، والليمفوما طبعا ادينوكارسينوما كديفرنشيال، الكارسينويد ممكن يخش ديفرنشيال مع السكليروزنج ميزنترايتس، والجست يخش طبعا ديفرنشيال مع الليمفوما. فبكده يعني يعتبر الجدول ده لخص لك السمول باول تيومرز او سمول باول مالجنانت تيومرز، فاتمنى اكون يعني الموضوع يبقى سهل او مفيد اكتر ان شاء الله. بعد كده هناخد حاجات مثلينيس بقى، الجرافت فيرسس هوست،
الجرافت فيرسس فولت اول حاجه عايزك تعرفها هيعمل حاجه اسمها ريبون باول. الريبون باول بتبقى الباول فيتشرلس واتروفيك وفولد ثيكنينج، تبقى شبه الشريط كده يعني، فيتشرلس اتروفيك وفولد ثيكنينج او وول ثيكنينج، فبتبقى شبه الشريط. ودي بتحصل اكتر افتر بون مارو ترانسبلانت وسمول باول موست سيفيرلي افكتد، يعني السمول باول بتبقى اكتر افكتد في الجرافت فيرسز هوست، بتتحجم من حاجه اسمها ريبون باول. ريبون باول زي ما انت شايف تبقى شبه الشريط كده اللي مش باين لها ملامح بمعنى اصح. سوبيريور ميزنتريك ارتري سيندروم، ان السوبيريور ميزنتريك ارتري زانق الدي 3 او قافل الثيرد بورشن اوف ذا ديودينم، يعني كومبريشن اوف ذا ثيرد بورشن اوف الديودينم اللي هو الدي 3 باي سوبيريور ميزنتريك ارتري، فبالتالي الاستومك والدي 1 والدي 2 اوف ذا ديودينم دايليتد، هتلاقيهم دايليتد. وطبعا بيبقى فيه ويت لوس وبيبقى فيه فوميتنج ولوس اوف نورمال فات، بيبقى فيه loss of normal fat اللي بين superior mesenteric artery والأورطة. المفروض بيبقى فيه fat ما بين superior mesenteric artery والأورطة ده lost، والمفروض ان الانجل اللي ما بين superior mesenteric artery والأورطة تبقى اكبر من 22 اللي هي النورمال، من 45 ل 65 درجة. الدرجة اللي هي الديجري او الانجل دي بتبقى من 45 ل 65 ل 65 درجة، لا دي بقت 10 ل 22، يعني من 10 ل 22، فبالتالي الاكيوت انجل اكتر فبيقفل الدي 3. واهم حاجه ان هو بيعمل طبعا دايلاتيشن للاستومك والدي 1 والدي 2 بتوع الديودينم، وبيعمل طبعا فوميتنج اللي هو السوبيريور ميزنتريك ارتري سندروم. وخلي بالك ان السوبيريور ميزنتريك ارتري سندروم احنا خدناه قبل كده في النوت كراكر اللي هو بيقفل الليفت رينال فين، يعني لو تفتكر الميكلز دايفرتيكولم، وده كونجينيتال ترو دايفرتيكولم من الديستال إليام، كونجينيتال ترو دايفرتيكولم طالع من الديستال إليام كده، وده رول اوف 2. يعني احنا لو اخذنا في الكارسينويد رول اوف 33 او قاعده 33 ده رول اوف 2، يعني في 2% من البوبوليشن الميكلز، وده بيبقى تو تايبز ايجاستريك او بانكرياتيك، 2 feet from iliocecal valve، 2 feet من iliocecal valve، 2 inches long بيبقى طوله 2 inches و 2 centimeter diameter، والسيمتومز before child 2 years، يعني بيظهر السيمتومز قبل سن السنتين. وده طبعا التكنيشيان بيرتكنيتيت اللي هو بيتعمل تكنيشيان بيرتكنيتيت علشان يبان فيه الجاستريك ميوكوزا اكتر. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب الدايفرتيكولم او الميكلز دايفرتيكولم، يحصل دايفرتيكولايتس او يحصل جي اي بليدنج، او ممكن يعمل انتسسبشن او اوبستراكشن اللي هو الميكلز دايفرتيكولم. ديودينال انفلاماتوري ديزيز، وده بيبقى فولد ثيكنينج في الديودينم، بيبقى فولد ثيكنينج في الديودينم، انفلاماتوري بروسس في الجول بلادر والبانكرياس، في عيانين الكرونيك دياليسيس بيشنت بيحصل ثيك ديودينال فولدز. الكرونيك دياليسيس بيشنت ثيك ديودينال فولدز، كلمتين كده عن كل مرض. والجوجينال دايفرتيكولايتس، وده بيبقى رير جدا او ليس كومون عن الكرونيك، بيبقى ممكن يحصل فيه زي ما انت شايف الجوجينال دايفرتيكولوزيس سوري، وبيحصل بكتيريال اوفر جروث ومال ابسوربشن، بيبقى فيه دايفرتيكولوزيس كده ولكن نادرا ان هو تشوفه اصلا، بيبقى موجود في طبعا الكولونيك دايفرتيكولوزيس اكتر. الجولستون إلياس، وده بيبقى فيه ترياد اللي هو ريجلرز ترياد، بيبقى نيوموبيليا، هواء دخل في الانتراهباتيك بيريالي راديكلز او البيليالي راديكلز عامه، واكتوبيك جولستون وميكانيكال اوبستراكشن، حصل اوبستراكشن للباور لوبس، واكتوبيك جولستون بتشوفها مش في مكانها، والايرو او النيومو بيليا. الجولستون الروتز ديودينوم انتو ذا ليومن اوف ذا باول، غالبا في الاليوثيكال فالف، وبيحصل طبعا ميكانيكال اوبستراكشن. فعايزك تعرف ان هو الجولستون إلياس ريجلرز ترياد، وات از نوت ترو إلياس لانه ميكانيكال اوبستراكشن. طبعا الباول تروما، في دايركت ساين للباول تروما وانديركت ساين. الدايركت ساين اللي انت هتشوف السبيلد اورال كونتراست بس ووتر سوليبل كونتراست، هتشوفها انها بتليك.
او اكتيف ميزنتريك بليد. طب الاندايركت ساين هتشوف الفات ستراندنج والفلويد ليرنج along ذا باول، وممكن تشوف الفري اير اللي هو الاير اندر ذا فراجم، يعني فري اير كده، او ان الكونتراست بره اليومن او بتليق بره، يعني ووتر سوليبل كونتراست. طبعا فات ستراندنج فدي الباول تروما. في الشوك باول، وده في الهايبوفوليميك شوك بتبقى شكلها عامل ازاي، بتبقى ثيكند انهانسد باول لوب، ثيكند وانهانسد باول لوبس وكولابسد اي في سي، كولابسد اي في سي لانه هايبوفوليميك شوك، هايبو انهانسمنت اوف سوليد اورجانز وبايلاترال ديليد نيفروجرامز وهايبر انهانسمنت اوف ادرينالز. كل دي ساينز بتقول ان في شوك باول. فتخلي بالك برضو من الحاجات او الكلمات دي او الكي ووردز دي اللي ممكن تيجي في الاسئله علشان يخليك تميل لاجابه اكتر من الثانيه، اللي هم thick enhanced bowel loops collapsed IVC وhypo enhancement of solid organs وbilateral delayed nephrograms وhyper enhancement of adrenals، يعني عكس السوليد اورجانز الثانيه. الهيرنياز، وهقول لك كل نوع هيرنيا كده، وهنت صغير زي ما مكتوب في كراك، ان السبيجيليان هيرنيا اللي هي بتبقى فنترال لاترال هيرنيا، بتبقى في اللاترال بوردر بتاع الريكتس ماسل في سيميليونر لاين، اللي هي فنترال لاترال هيرنيا اللي هي سبيجيليان هيرنيا. اللومبر هيرنيا بتبقى ورا، بيبقى في سوبيريور لومبر في الكومون، والانفيريور لومبر بتبقى ليس كومون، سوبيريور لومبر تبقى فوق. طبعا بيبقى سبب طبعا تروما او كونجينيتال، لان بيبقى الموضوع صعب لو في اللومبر ريجون. الليتر هيرنيا بتبقى هيرنيا ويز ميكلز دايفرتيكولم، ليتر هيرنيا هيرنيا ويز ميكل دايفرتيكولم، لو حصل في ميكل دايفرتيكولم وعمل في هيرنيا اخذت بقى او سحبت الميكل دايفرتيكولم. الاميند هيرنيا هيرنيا ويز ابندكس، وحصل كمان ابندسايتس زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، هيرنيا ودخل فيها الابندكس وحصل فيها طبعا اوبستراكشن فحصل ابندسايتس. الريشتر هيرنيا او الريختر هيرنيا، وديت وان وول هيرنيا، بتبقى في جزء من الباول وول هو اللي حصل فيه هيرنييتد، فطبعا ده ريسك فور سترانجوليشن، ولكن ما بيحصلش اوبستراكشن او باول اوبستراكشن فيه اللي هو الريشتر هيرنيا. الاوبتيوريتور هيرنيا، ودي بتبقى الباول لوبس بتبقى اولد ليدي هاي انترا ابدومينال بريشر، عندها سي او بي دي او بريجننت او اسايتس، فدخل الباول لوبس بين الاوبتيوريتور انترنس ماسل اند البيكتينيس ماسل، يعني الاوبتيوريتور والبيكتينيس زنق باول لوبس ما بينهم او باول لوب بينهم. الفيمورال والدايركت انجوينال والاندايركت انجوينال هيرنيا، الفيمورال هيرنيا بتبقى اكتر في الفيميل عن الميل، والدايركت طبعا بتبقى لوس كومون عن الاندايركت اللي هي بتبقى مور كومون. الفيمورال هيرنيا بتبقى انفيريور للانفيريور ابيجاستريك ارتري، تحت الانفيريور ابيجاستريك ارتري، ولكنها ميديال للكومون فيمورال فين. الدايركت هيرنيا بتبقى ميديال وانتيريور للانفيريور ابيجاستريك، ده الانفيريور ابيجاستريك فيسل، فالدايركت هيرنيا بتبقى ميديال لي وانفيريورلي. الاندايركت هيرنيا بتبقى لاترال وسوبيريور للانفيريور ابيجاستريك، يعني الاندايركت هيرنيا ده فرق مهم جدا، بتبقى لاترال وسوبيريور للانفيريور ابيجاستريك ارتري. الفيمورال هيرنيا بتبقى تحت البيوبيك تيوبركل، الدايركت هيرنيا والاندايركت بتبقى افاف البيوبيك تيوبركل. الفيمورال هيرنيا بتعمل كومبريشن، بتضغط على الفيمورال فين، الدايركت بتكمبريشن على الانجوينال كانال، بتعمل حاجه اسمها لاترال كريسنت ساين، ولكن الاندايركت ما بتعملش كومبريشن على الانجوينال كانال. الفيمورال هيرنيا بتبقى كومون ان يحصل فيها اوبستراكشن لانها بتبقى نارو نيك. الدايركت not covered by internal spermatic fascia، الاندايركت بتبقى covered by internal spermatic فاشيا. الانترنال هيرنيا، ودي بتبقى most common manifestation، بتبقى closed loop obstruction، وتبقى انواع كتير للانترنال هيرنيا، ولكن احنا هناخد اشهر نوع فيهم. هي عبارة عن herniation of viscera
throat peritoneum or mesentery. واشهر نوع فيهم اللي هو الباراديودينال هيرنيا. والباراديودينال هيرنيا اللي هي بتبقى جنب الديودينوم، يا اما على الرايت سايد يا اما على الليفت سايد، على الرايت سايد يا اما على الليفت سايد. الليفت سايد وده المور كومون اللي هو لانزرت، اللي هو بيبقى جاي الفوسا اوف لانزرت بيبقى على الليفت سايد، بيبقى موست كومون، بتبقى عباره عن ساك لايك كلاستر اوف دايليتد سمول باول، ساك لايك كلاستر اوف دايليتد سمول باول لوبس، بتبقى في الليفت انتيريور برارا رينال سبيس وفي الرايت ابر كوادرنت. اما الوالداير اللي هو الرايت سايد بتبقى ليس كومن، بتبقى على الرايت سايد بيبقى ساك اوف دايليتد باول لوبس بلو ثيرد بارت اوف ديودينم، وبيبقى وراه بيهايند السوبيريور ميزنتريك ارتري، وبيبقى على الرايت سايد ده بارا ديودينم. فاهم حاجه او اهم كي وورد اللي هو كلاستر of dilated bowel loops. يعني لو شفت كلمة cluster of dilated bowel loops أو closed loop obstruction اللي هي internal hernia، وأشهرهم اللانزرت ده في left side of the في عند قدام left para renal line أو para renal space. وبكده نكون خلصنا محاضرة الـ Small Bowel Diseases. أتمنى أكون اختصرت الموضوع شوية عليكم وسهلت الموضوع شوية، وما تنسوناش من صالح الدعاء، وأتمنى يكون يا رب علمي ينتفع به، وشكرا ليكم.